نروح للسوشيال ميديا واسئله الكابتن شادي محمد. ده ايمن جلبرتو، مساء الفل يا عم ايمن، كنت منور الشاشه امبارح. وايه محلل كسبنا محلل جميل امبارح، اتغر ولا سلم عليا ولا قال لي حاجه ولا بعت لي مثلا ايه مثلا علبه شوكولاته كده ولا ايمن من الناس الجميله ولا كوبايه شاي. ده جميل جميل ما شاء الله، ومعاه بنوته الجميل. مساء الفل ايمن عليك. بعد التحيه لاصدقاء والحبايب كابتن شوبير كابتن شادي، ما عنديش سؤال محدد، لكن مهمه كابتن شادي في قطاع الكره النسائيه صعبه جدا جدا، لان الموضوع في مصر متاخر كتير على العالم، محتاجين مجهود كبير لتقليل الفجوه والاستفاده من حاله الاهتمام العالمي والقاري بالكره النسائيه. كلام كويس. الكلام مظبوط 100%. القماشه قليله جدا، وفي بعض اللاعبات الكويسين جدا متعاقدين مع نادي، واحنا كنادي اهلي ما بنجيبش غير الافضل. نعم. وهنجيب الافضل ان شاء الله، وهنجيب اللي يستحق. محطوط لك ميزانيه كويسه؟ محطوط لي في المعقول. ناس كتير بتتكلم اللي هي ارقام خياليه، لا ميزانيه معقوله جدا مش مبالغ فيها. وعلى قد ما نقدر على قد ما اقدر بحاول اللي احنا بنصرف في الحاجات المهمه اللي تستحق. برنس شريف تي في، حارس الاهلي رائد الاعلام الرياضي، بكيت بمشاهده البطل نجاتي في الجزيره مع القدوة الرياضية الخطيب، واهلا بعنوان الرجولة شادي محمد في منصب هام يحتاج لنجم ذات اصل. طيب بشكرك يا برنس. عايز اقول حاجة كابتن، انا بشكرك على الفقرة اللي حضرتك عملتها، لان النادي الاهلي ليه دور مجتمعي، واستجابة الكابتن خطيب كالعادة للنفس بالظبط. نعم ثانية في ثانية. نعم. وبتفرق مع الشخص جدا جدا جدا. فبشكرك جدا على التقرير ده كابتن. وانا بشكر كل الناس. أمينة، هل كابتن شادي ما كنتش متخوف من تجربة مع فريق السيدات، وخاصة إن دي أول مشاركة ليوم في الدوري، وكان إيه الحافز في قبول المهمة؟ حلو السؤال. أكيد خوف صحي. نعم. خوف النجاح. لأن الحمد لله رب العالمين اسمي دايماً كان مرتبط مع النادي الأهلي بالنجاح. نعم. بس دي أول دخول ليا. نعم. إداري. فقدام الجماهير في مهمة، قدام أمام الجماهير صحيح. وفي مهمة كابتن خطيب اختارني. نعم. فعايز في النهاية وأنا هقولها بدري، يلا، عايز أقول للجماهير اللي قد المسؤولية، وأقول للكابتن الخطيب أنت اخترتني فكنت قد المسؤولية، لأن هو اختارني. نعم. وراهن عليا. فبحاول على قد ما أقدر حتى اللحظة الله. دي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مفيش ولا مشكلة حصلت في الثلاث فرق ولا أي حاجة زي اللي بنسمعها بره، يا رب إن شاء الله. ممدوح، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هات لك كابتن الاعلام الرياضي شوبير، سؤالي للكابتن شادي، ليه مباراه السيدات لا تذاع على قناه الاهلي؟ عايزين تغطيه اعلاميه اكتر الكره النسائيه. انا حابب اتابع المباراه بس مش عارف المواعيد، هل في تفكير في تدعيمات في يناير؟ اذاعه قناه الاهلي دي حقوق، فدي مش في ايدينا، لكنه اللي بنقدر نجيبه بنعرف نجيب الاهداف، بنعرف نعرضها يعني. ده عشان كده لا تذاع. تغطيه اعلاميه اكتر احنا بنغطي هنا بشكل جيد، وان شاء الله هيبقى افضل الفتره اللي جايه. المواعيد ده غلط عندنا احنا، احنا عندنا الاجنده يا جماعه بتاعه الاسبوع، نزلوها من فضلكم لو ما نزلناهاش. وهل في تدعيمات في يناير؟ ان شاء الله زعنا الاجنده تمام، مركزين في ماتشاتنا، وفي نفس الوقت بنعمل اجتماعات. نعم. النواقص اللي عندنا ايه، وفي سيستم بنعرض. نعم. على لجنه التخطيط والكابتن خالد بيبو، ثم برضو بنعرف الكابتن. تمام. ما بناخدش قرارات فرديه. طيب بالمناسبه يا جماعه احنا كنا عملنا المسابقه على التيشيرتات، والحقيقه الكابتن محسن اوفى بعهده وجاب لنا التيشيرتات. لسه الكابتن هاني رمزي ما جابش التيشيرتات، كابتن اسامه حسني ما جابش التيشيرتات، وانا تيشيرتاتي موجوده، وهنصور الصور للي قدر اللي هيقدروا يستلموا مننا، او ما كانش كده هنوضح للناس ان احنا سلمنا الناس تيشيرتاتها. اللي كانت الاهلي كام بطوله، وامام عاشور كام بطوله. عمرو روماريو، مساء الخير يا ناظر اعلام المصري والعربي، مساء الفل يا كابتن شادي. ممكن اعرف كابتن حضر يتعامل معاك ازاي اول ما انه الجزيره قرر يسحب الشاره منك؟ اول ما الاهلي استغنى عنك كان شعورك ايه، وزعلت من مين، ومين السبب في رحيلك في الوقت ده؟ الجزء بتاع الحضر قلناه، الجزء الثاني ده اعتقد موجود في اقر و نخليها الاقر واعترف. استنى اقر واعترف، انا متاكد ده موجود، هيجاوبك دلوقتي يا عمرو. اللي بعديه بيبو الكيلاني، ده من النشطاء جدا على تويتر ومن الاهلاويه الجمال. بيبو مساء الفل عليك يا بيبو، هل هو راضي عن البدايه لفريق الكره النسائيه؟ التطلعات للقادم، هل في استعداد لحصد بطوله افريقيا والمشاركه في كاس العالم انديه لكره القدم النسائيه؟ حلو السؤال. جدا. للامانه لو سالتني راضي عن النتائج، لكن مش راضي على الاداء في بعض المباريات.
اللعيبه احنا دخلنا الدوري بدون مباراه وديه، ولا مباراه وديه صحيح. نعم. وجبنا ثلاث لاعبات فلسطينيات، عندنا لولو وعندنا نديم محمد وساره كورد، جم متاخر فلسطينيه فلسطينيين بس حد عايش بيلعبوا في منتخب فلسطين. جميل. واحده في جميل. في السويد واحده كانت بتلعب في المانيا، وساره جايبنا دول هيدخلوا خلاص مع الفريق، موجودين معانا اوريدي وفي بيشاركوا المباريات اللي فاتت في بعض الاجزاء نزلوا فيها، وفي لولو بتلعب بشكل كبير. بس اللي انا عايز اقوله طبعا بحلم هقول بقى حلمي على الشاشه، يلا اخد العب بطوله افريقيا ويبقى ملعبنا التتش ان شاء الله يا رب. حلو ده، اخد جميل. موافقه من الكابتن خطيب. ما خلاص هيبقى فريق لك هو ان شاء الله. طيب انا عشان هقول للناس بشرة حلوه دلوقتي وخبر حلو يعني. انا بعتذر يا جماعه لانه في اسئله كثيره جدا، فمعلش والله هو فريق الاعداد منهم لله منهم لله منهم لله بيوقعوني مع مع السوشيال ميديا، هم بيختاروا والناس بتزعل مني والله. فوالله والله ما مني، حقكم عليا. شيماء عثمان منار الدنيا كلها، كابتن شوبير نظر الاعلام الرياضي، وكابتن شادي محمد واحد من كباتن الاهلي التاريخيين. كنت عاوز اسال كابتن شادي، هل فريق الكره النسائيه الاهلي قادر على كتابه التاريخ كالعاده وحصد الالقاب من اول مشاركه؟ بالنسبه لكابتن شوبير فين التيشيرتات؟ موجوده والله العظيم يا شيماء، اتفضل. اكيد طبعا اسم النادي الاهلي، بس لازم كلنا نحط في الاعتبار اللي احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كبدايه. نعم. عندنا حلم كبير بنشتغل عليه، وبوعدكم بنبذل اقصى جهد اقصى جهد، مستر ديمتري، المدربين اللي موجودين، كابتن وائل، كرامي، علي، بنبذل اقصى جهد عشان في مستقبل للعبه من حتى على مستوى ال 15 وال 18. صدقنا كابتن مبذول مجهود كبير جدا. واضح. انت كونت ثلاث فرق في شهر ونص. نعم. فلسه بنشتغل اكتر وهنشتغل اكتر عشان نسعد جمهورنا وعشان نقدم حاجه تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. طيب.